تحيه <applause> ليك مره ثانيه كابتن اسامه ضيوف الكرام كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان ومكملين مع نجوم فريق النادي الاهلي مواليد 2005 معنا واحد من اللاعبين النهارده اللي قدوا اداء كبير جدا يوسف جمال يعني الف مبروك الفوز يا يوسف ويمكن هاخد مع كلام كابتن اسامه وضيوفه في الاستوديو ابرز ما كان يميزكم النهارده هو الاداء الجماعي والحمد لله اللي ربنا كلل مجهودكم وكسبتوا 8 اهداف مقابل لا النهارده الله يبارك في حضرتك الاول الحمد لله يعني على الاداء والنتيجه النهارده احنا بنكمل اللي احنا عملناه السنه اللي فاتت هي سلسله وقطر مشي واحنا بنكمله والحمد لله النتيجه يعني ده شغل وتعبنا من اول ما بدانا الموسم طبعا الشغل مع كابتن علاء واللعيبه حابب اشكرهم على ده والرجوله النهارده والاصرار ان احنا نجيب جون ورا جون ونجيب اعلى سكور طبعا ده يعني حاجه كويسه النهارده وبداية قويه لينا وان شاء الله نكمل على اللي جاي باذن الله يوسف يعني وجود عدد من الفريق مواليد 2005 مع الفريق الاول ده مديكوا دافع مع بدايه الموسم ان كل لعيب عاوز يعمل احسن حاجه عنده خاصه مستر كولر دايما بيبص على القطاع خاصه فريق 2005 وفي اكثر من لعيب تم تصعيدهم من قبل طبعا طبعا انت في اي وقت ممكن يقول لك تعالى عندك تمرين مع الدرجه الاولى فلازم تبقى مركز ولازم انت تعمل عليك ولازم دايما حاطط في دماغك ان انت في اي وقت تبقى مجهز نفسك ان انت وقت ما يقول لك تطلع فوق تبقى كويس وتادي احسن اداء عندك دي طبعا لا في دماغنا طبعا كلنا كل واحد حلمنا ان هو يطلع الدرجه الاولى في اي وقت النهارده مجرد بدايه اللي جاي ان شاء الله يعني ناويين عليه وشايفينه بتتكلموا مع بعض ازاي في اللي جاي طبعا الحمد لله البدايه قويه ناويين ان شاء الله الفتره اللي جايه نكمل اللي احنا عملناه الموسم اللي فات هي احنا عملنا نجاحات كبيره أول الموسم اللي فات ناويين ان شاء الله نكسر الارقام بتاعت الموسم اللي فات ونحقق حاجات نجاحات اكبر طبعا عندنا منتخب مصر وعندنا فريق الدرجه الاولى فيرست عندنا فطبعا كل واحد بيبقى حاطط لنفسه تارجت كده ان هو يبقى حاجه من الاثنين او الاثنين مع بعض ان شاء الله سواء منتخب او الفيرست وطبعا البطوله بتاعتنا يعني ان شاء الله شكرا يوسف دايما موفقين باذن الله